وتحية كمان كثير كبيرة لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. مثل ما ذكرت زميلتي زينة، مواضيعنا لليوم منوعة وفقرات عديدة. نبدأ حلقتنا لليوم مع لاعب كرة السلة الأشهر والمحبوب على قلب الكبار والصغار. بدنا نرحب سوا بإليم شنطف وبناته أليشا وكيرا. أهلا وسهلا فيكم. ميرسي. ثانكيو. بسم الله عليهم، الله يخلي لك إياهم يا رب. نحن كثير مبسوطين كمان موجودين معكم وثانكيو. أهلا وسهلا فيك. فيك إلي. اللي خبرنا شوي كيف بتقضي الوقت مع العائلة وشو النشاطات اللي بتقوم فيها كمان أنت وبناتك الاثنين ومدامتك كمان فاليريا؟ إنه أنا أولادي أصحابي مع إنه صغار، وقد ما في بجرب أعطيهم وقت. أكيد بغض النظر عن الشغل اللي عندي، بحاول أكتر شيء بالويكندز قد يكون كل وقت الويكندز أنا وياهم، وديورينج ذا ويك كمان بيكونوا معي بكثير أوقات. يعني بيخلصوا مدرستهم بيطلعوا بيدرسوا، بيلاقوني أيام على المشروع سبور اللي عامله جديد، أو بالصيفية بيكونوا على البحر وهيك. سو عطول عطول في تواصل، عطول موجود معهم. وأنا بحب يعني إنه أساساً أنا جوزت حتى يعني الأساس إنه جيب أولاد، لأنه بحب كثير الأولاد. الله يخلي لك إياهم يا رب. حلو. بدنا نقول هاي لأليشا. هاي كيفنا اليوم؟ وكيرا كمان هاي. أنا بعرف إنه أنتم كثير مبسوطين لأنه اليوم فليتوا بكير من المدرسة، ما هيك؟ يعني هلا اصحابكم ظهروا من المدرسه وعم بيحضروكم، بدكم تقولوا لهم هاي على الكاميرا؟ شو خبروني مين اكثر شيء مغنج عند بابي بيناتكم؟ مين بغنجوا اكثر شيء بابي؟ مين غنوجه بيا اكثر شيء؟ مين بابي غنج اكثر؟ وعي انه اثنين. انا ما عندي فرق اكيد. أليشا الكبيره اول شيء كنت احب أليشا اكثر شيء لانه بتعرفي خلقت اول شيء اول بيبي، بس بعدين كيرا وإيلاي ابني الصغير. سو اكيد اي سبليت، يعني قلبي مقسم على ثلاثة. حلو. بورشنز على قد لثلاثة يعني اكيد ما في تفرقة. ما بتخاف اكثر على البنات؟ مين بتخاف على مين اكثر، بنات او هلا في صبي؟ صبي صغير. يعني صبي هلا البنات كبروا بالعكس هن بغنجوا اكثر مني، انه اكيد صبي بده انتنشن اكثر لانه اصغر هلا وهيك. بس لا بالنسبة لي ثلاثتهم بيعملوا اكيد، بلشت لهم سبور كثير بكير. فيري سون رح اعودهم على الاكل كيف يعني، لازم من هلا تغيرت غير ايامنا، سو هلا لازم من بكير بلش نعودهم على كل شيء مود في معين اكيد ترسم لهم اياه. معقوله ابنك تشجعه انه يصير لاعب كره سله مثلك؟ مش معقوله، اكيد بدي شجعه وبدي يلعب باسكت بول. اساسا هلا كيف ما يشوف تلفزيون عم بيشوف باسكت، سو هي صارت موجوده يعني بالميموار عنده براسه. سو اكيد انا بدي مرنه باسكت، بدي خليه يكون بسبور. ما رح اجرب بالقوه اعطيه باسكت، بس انه تصور انا مع الوقت اذا عم يشوف كل يوم رح يصير يحبها للعبه ديريك. اكيد نحن دائما عم نرجع نذكر انه كثير ضروري الاولاد نشغلهم باي نوع اكتيفيتي او نوع سبور مزبوط لحتى يتعلقوا فيها كمان. بناتك قد ايه هن سبورتيف وشو هن الهوايه المفضله عندهم؟ انه انا بفضل هن يجاوبوا. تفضلوا يا أليشا. شو بتحبي تعملي سبور؟ شو اكثر شيء؟ تنس. وكيرا جيمناستيك. مختلفين كل واحد هلا بيعملوا رولر، بيعملوا تنس، علمتهم سباحة على بكير وجيمناستيكس بحبوا، رحتهم عندي اكاديمي انا باسكتبول وفوتبول وكل شيء. عبالي كمان انا بحب يعملوا كل شيء سبور، يعني بالشتوية عندي اول كايند اوف سبورتس وبالصيفية. حلو. يعني حتى بشجعوا حدا من شي فريق باسكتبول يحضروا الباسكتبول حياتهم. مين بتشجعوا بالباسكتبول خبرونا؟ رياضة. عرفوا اسراركم من الصغار. وكيرا ما عرفنا كيرا. مين بتشجع؟ كيرا مين بتشجعي باسكت بول؟ مين؟ ما تستحي. قبل كنت مثلك. لما كنت بالحكمة كانوا اثنيناتهم يشجعوا حكمة. هلا بالوقت اللي بعدت شوي اعتبروا هن انه لا هلا مش مع الحكمة. فريق أكثر. نحن للآخر حكمة. كوني أكيدة. All the way للآخر حكمة نحن. أنا مع شانفيل. بحبوا رياضة. بس نحن مع الديمقراطية. باتخاذ القرار المناسب وحرية الرأي بكل شيء. ما هيك؟ ما هيك؟ ما بيزعلوا حدا، بيشجعوا الكل. شكلهم كل لعبة. كل جيم بيصير بيقولوا لي أنت مع مين؟ أنا بقول لهم هذا الجيم عم بحضر. إنه الفريقين بحبهم ما بي لا هن على طول. بدهم ربحان وبدهم خسران، سو بدهم يعرفوا على طول مع مين. بيراقبوا بتحسهم منيح كيف شو بيصير على الملعب؟ بيعرفوا كل شيء. بيعرفوا كل بيعرفوا التكنيك. بيلعبوا باسكت، بيتمرنوا، بيلعبوا يعني. تلاقيهم بيراقبوا مزبوط أكيد. كيف بيصير اللعب. ليكي لما يكون في جو سبور بالبيت طبيعي الاولاد يتعودوا، لانه انا سبورتيف وانا كل وقت سبور وانا بالتلفزيون
بتي في على طول يورو ليج وام بي اي ولبنان سو يعني 70% من التلفزيون سبور صحيح. اذا مش برا بيقوتي اذا عم يحضروا شيء برا سو هني بضلوا معي سو بضلوا يحضروا سبور صحيح. اللي مين اكثر لاعب كره سله بيرفتك اليوم بالليغ اللبناني؟ اي ما في حدا ممكن تسلموا الاماني يعني ما في حدا ما في حدا سوبر مميز في في اذا بدك في جيل طالع بس انه ما في حدا مميز ما في حدا مثل ايامنا يعني ما في حدا مثل مثلا ما في حدا مثل إلي مشنتف تاني مش يعني؟ ضروري انا لما كنت كان توني بارود هو الاحسن مني وانا هي. كان صاحبي بلشت اتمرن مع توني وانا كنت اطمح انه يصير مثل توني واحسن واشتغلت على حالي ومثلي ومثل توني كان في كثير لعيبه يعني جيلنا كان في كمية كبيرة من اللاعبين بكل الأندية بالرياضة بالروزير وقتها بالكهرباء بالحكمة بينما هلا بتحسي إيه يعني وصلنا لمحل صار في ثلاثة أجانب وتشز يعني شغلة كتير بشعة إنه 70% من اللاعبين على الملعب هن أجانب صرت عم تحضر ليج أجانب سو أنا برأيي بدأ إعادة هيك إذا بدك من الأساس تزبيط مثل هالبلد كله يعني توباد ما بيهتموا بشي حتى بسبور قدي وصل سبور لمحل ما حدا عارف حافظ عليه ما حدا عارف يخليه يكمل بالعكس تركوه يضرب بالكعب وهلا عم بيحاولوا ما رح يأملوا شيء عم نشوف بعض الحكام كمان عم ايه انه لازم ينعمل بالقليل مشروع سبور يعني اخر شيء السبورتيف هو انا بالنسبه لي شغله كثير مهمه بالبلد اني كايند اوف سبورتس لازم الدوله تهتم بتشوفي برا اذا بيطلع اتليت ببين بيخربوا الدنيا بعنا هون الاتليت سبورتيف مثله مثل حيالله حدا يعني اللي ما في شك انت اخذت شهرة كثير كبيرة ومحبة كمان سبق وذكرنا الكبار والصغار، خبرنا شوي كيف عشت حياتك ما بعد الملعب اكيد وهالشهرة الكبيرة وهل قدرت تتأقلم بحياتك اليومية؟ انه عادي انا بحياتي الشهرة ما غيرت فيي شيء، انا بقول كنت انسان محظوظ لأنه كان في معي مجموعة مميزة جدا على رأسها الله يرحمه أنطوان شويري، سو هذا الوقت كان عن جد كنت يعني بينا فترة ثلاث أربع سنين تعذبنا صار في ستابيليتي بلشنا حطينا الفيجن تبع النادي وين بدنا نوصل ما تغير شيء بحياتي بالعكس انا ولا شيء ولا شهره غيرت فيي شيء انا بالنسبه لي كان وعن جد بعنيه كنت كثير مبسوط لانه كنا من اول ناس بلشوا يحققوا شيء للبنان على صعيد عندي على صعيد منتخب على صعيد اسيا على صعيد عرب على صعيد ماكدونالد لما لعبنا بطولة العالم وانا هذا اللي بقوله الطاقه اللبنانيه طاقه الشباب الموجوده الموهبه نحن عندنا موهبه يعني على جميع الاصعده بس بدها اهتمام مثل كل هالبلد صح. يعني للاسف ما بيهتموا بهالقصص بالنسبه لي مرحله كثير حلوه مرحله ذهبيه كانت وكثير سريعه صحيح. اكيد ما رأيت كانه هيك صح. بسرعه كثير بهيدي المرحله في شيء قرار هيك اخذته وبتندم عليه او في شيء ذكريات فينا نقول هيك مميزه لليوم بعد ما بتنسيها انه ذكريات كثيره يعني كل مره رفعت الكيس كنت عم مثل فريقي وبلدي كنت يعني حس شعور مش حاسه قبل لحالك شعور الفيلينج تبع السبورتيف ما بتحسيه الا لما تعيشيه يعني التحدي هيدي الرهبه اللي بتضل موجوده بتضلي خايفه انه لازم تضلي على مستوى منيح كل الناس طالبه منك اداء كبير ما فيك يعني ما فيك ما تلبي كل العالم سو هيدي بتحط شويه بريشر بس مع الوقت الخبره بتصير مهمه بس ستيل هيدا الفيلينج ما بيروح طب ما بتندم على شيء قرار اخذته على صعيد حياتك المهنيه انه انا بحس لا انه بالشيء اللي عملته كنت كثير مبسوط خصوصي بالفتره الذهبيه بنادي الحكمه هي اللي هي 13 او 14 سنه حققت كل شيء على جميع الاصعده يمكن بندم على شغلات ما بتذكرها هلا بس ما انا ميجر بحياتي يعني كل شيء اساسي ما بندم عليه بالعكس حلو نحكي شوي مع الصبايا مع اليشا وكيرا قد ايه انتم فخورين بالبابا شو اليشا قد ايه انت براود انه بيك هو اللي مشنتف شو بتقولي له طب شو بتخبروا اصحابكم اذا سالوك يي انت بنته لالي مشنتف شو بتقولي لهم شو بتجاوبيه بيسالوك اكيد ما بيسالوك طيب واذا سالوك وقت بيسالوك شو بتقولي لهم بقول لهم ايه بس هيك بتشوفي حالك يعني ببابي وما بيسالوك بعد انه شو بتعملي مع بيك كيف بيتصرف معكم البابا شو كيرا خبرينا ما تستحوا بابا عم بيسألوكم جيبوا عساسا ما كانوا بيعرفوا هني كانوا يجي يسألوني انه مثلا بالمدرسه
حدا قال لهم يي بيك اللي مشانتك؟ قلت له ايه. قلت له باب انه ليه عم يسألوني يعني شو بيك اللي مشانتك؟ قلت له باب انا قبل ما تخلقوا كنت العب باسكت. انا بخبره كنت تحضرون طيب بعد بقى عندي ارشيف كبير بس بعد لا ما عندي هلا بعد شوي رح بلش حضرهم بلا عندي كتير انا لالي يعني عندي فوق 500 جيم مسجلهم عندي اكيد موجودين بالارشيف تبع ال بي سي يعني هون مع كل شيء جرايد وهيك سو هلا يعني هن اولموست هلا يعني بدي بلشوا يوعوا ايه بلشوا يوعوا بس انه بيحكون بيتعجبوا انه لي او بشوفوني على الطريق مثلا بكون قاطع بعكسير بشوفني الدركي بقرب انه اه خلص اوكي انه بقول لي ليه انه ما فهمت بعكسير او كذا اللي نعرف انك كرمت كثير كمان وحصلت على جوائز كثير كبيره ان كان لبنانيا عربيا او دوليا نعم. خبرنا شو هالجوائز قد ايه عليت لك هيك اخر شيء هذا بضل ذكرى لي كثير مهمه صدقيني انا كان التارجت رح اعطيك اكسبيرينس صغيره مرقت فيها بحياتي 1990 طلعنا بطوله عرب على حلب طبيعي نحن اشترينا تيابنا نحن ما في يعني زيرو ما كان بقى بتعرفي حرب وما كان في بطوله الا شيء 30 سنه طلعنا شاركنا ببطوله حلب ومنتخبات منتخب ممنوع تلعب مجنس او وات ايفر يعني مش مجنس ممنوع يلعب حدا اجنبي بيطلع معنا وقتها كان كلام اسود قد ما كانوا مستوطين حيطنا خلوا اجنبي يلعب از لوكل وطلعنا الاخرين بالدوره بقى هون ترك يتغصى بقلبي كنا انديفيدجوالز كثير منيح يعني كنا كلاعيبه احسن من كل اللعيبه بس اكيد ما في تمرين ما في تحضير ما في استمراريه ما في كل هول بقى هيدي تركت بقلبي هيك حزي انه نحن لا انه انا كنت بعتبر انه انا بالنسبه لي كنت بمثل كل جيلي انه انا ما كنت اقبل استسلم لمين ما كان يكون يعني اي لعيب او اي نادي العب ضده انه هو بشو احسن مني صح. اذا كان اوروبي او امريكاني هو عنده تالنت انا عندي تالنت هو بيتمرن انا بتمرن كل شيء ناقص انه ستابيليتي وبحكيك ان 6 years وصلنا فاينل بطوله عربيه انتبه طالعين كنا ومن هونيك صرت كل شيء اعمله يعني كان لانه كان شيء مستحيل لنا انا ارحمه انطوان شويري اول مره تقابلت انا وياه قال لي نحن رح نبلش بطوله لبنان رح نربح بطوله العرب ونربح بطوله اسيا انه انا صرت اضحك جواتي انه انا ما كنت بعرف انه نحن بنشارك باسيا هالقد مش بعد وان نو تايم ربحنا اسيا 2 years in a row رجعنا ربحناها بال 2004 رجعنا ربحنا العرب لعبنا بطولة الأندية تبع بطولة العالم للأندية بقى كتير فخور لأنه يعني بكل بأكثر المناسبات اللي كنا مشاركين فيها كنا عم نكون على البوديوم يا أول يا تاني يا تالت كل الأوقات صحيح اللي بما أنه عم نسترجع هالذكريات الحلوة رح نشوف سوا ريبورت بيفرجينا أهم اللحظات يلي عشتها بمسيرتك المهنية أوكي لمشنتف لحق كل خبرته بارض الملعب عن مسافة 3 بونتس لفريق الحكمة ولمشنتف بعرض يخترق تحت السلة بسجل لمشنتف بالإعادة عم تشوف كمان مرة جديدة الدرايف اللي عملها لمشنتف على براين بشارة وعلى مارك ستريكلند لمشنتف لبول خوري بول خوري عم يعمل شغل كبير اليوم لمشنتف بيسدد وبيرجع لمشنتف لمشنتف على مسافة 3 بوت بسجل لمشنتف 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 بيخترق بسجل لمشنتف الرياضة تحت السلة لمشنتف على مسافة 3 بوت بسدد وبيرجع لمشنتف يعني فعلا لحظات رائعة كلنا ما بننساها